تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق فخري عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة، ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، والذي وافتهما المنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر. وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدام القادة. وكان الفقيدان الراحلان قد شغلا العديد من المناصب والوظائف العسكرية، وسطرا أسماءهما بأحرف من نور في سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمتهما في صفوف القوات المسلحة، ليكونا خير مثال يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل من أجل رفعة الوطن. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العزاء لأسرة الفقيدين الراحلين. زي ما تابعتم حضراتكم ان سيادة الرئيس كان حريص على حضور جنازة العسكرية لاثنين من ابطال القوات المسلحة المصرية، سيادة الفريق عبد الرب النبي حافظ رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاسبق، وسيادة الفريق فخري عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني الاسبق في حرب اكتوبر المجيدة. والحقيقه انه كمان القوات المسلحه المصريه النهارده نعت يعني الاثنين على من خلال الصفحه الرسميه، وزي ما حضراتكم تابعتم يعني قيادات الدوله كانوا حاضرين في تشييع الجنازه اليوم خالص التعازي لاسرتهما الكريمتان. الحقيقه انه الفريق عبد رب النبي حافظ عمل قائدا لكتيبه في حرب اليمن، ثم قائد لواء مشاة ميكانيكا خلال فترة حرب الاستنزاف، وصولا إلى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية. الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق. ولد الفريق عبد رب النبي حافظ في 16 من يونيو عام 1930، وتخرج في الكلية الحربية في 1 من فبراير عام 1949، ليعين ضابطا في الكتيبة الثانية بنادق مشاة، ويبدأ مسيرته الحافلة بالمحطات والبطولات. جاء دوري إلى قائد كتيبة، ورحت اليمن، عينت في اليمن وتوليت قائد الكتيبة 17 في محور جيحانة. ويعود البطل من حرب اليمن أواخر عام 1967 ليخوض مع من خاضوا ملاحم حرب الاستنزاف كقائدا للواء 118 مشاة ميكانيكي، أحد التشكيلات القتالية بنطاق الجيش الثاني الميداني، ثم يتولى رئاسة أركان الفرقة 16 مشاة ميكانيكي حتى يصدر القرار بتعيينه قائدا لها، فيخوض رجال الفرقة 16 ضمن فرق المشاة الخمس ملاحم القتال الضاري شرق قناة السويس. فتتجلى روائع أعمال قتال الفرقة 16 تحت قيادة قائدها الفذ العميد أركان حرب عبد رب النبي حافظ. الحمد لله، ويكفيني فخرا أن الفرقة 16 حازت على وسام الجمهورية العسكري للتشكيلات. وتنتهي الحرب فلا ينتهي العطاء، ويعين اللواء عبد رب النبي حافظ في منصب السكرتير العام لوزارة الحربية، ثم رئيسا لأركان حرب الجيش الثاني الميداني فقائدا له، ثم يتولى رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة في ديسمبر عام 1979 مسيرة عسكرية قادت البطل ليمنح رتبة الفريق، ويتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة في إبريل عام 1981،
ويواصل الفريق عبد رب النبي حافظ رحلة العطاء بملء البطولة والكبرياء، ويشرف على انسحاب آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء في 25 من إبريل عام 1982. بالقانون تستطيع أن تحصل على الواجب، بالحب تستطيع أن تحصل على المستحيل، وهذا ما حدث في حرب أكتوبر. ويبقى الفريق عبد رب النبي حافظ في صدارة ذلك الجيل الذهبي الذي كتب عليهم القدر أن يخوضوا حروب مصر المعاصرة ليسلموا الراية لمن بعدهم، مرتفعة هاماتها وعالية صواريها، فصادق الأعمال يرسخ كالجبال، وبخالص العطاء يعرف الرجال.